Oh, yeah, Lily, yeah, Lily, yeah, Lily, شعوري فرح، بكون مبسوط صراحة. شوف، ما بتقدر يعني تجرب هذا الشعور اللي إذا عشته. أنا عشته يعني، عرفت كيف؟ وبداخله، فلما بصور والناس تنبسط ما تتوقع قديش أنا بكون فرحان. حتى لما خصوصا في كلمات بتأثر فيك، لما يحكي لك والله أنا انبسطت كثير، اعرف إنه هذا حكاها مش من فراغ، حكاها لأنه فعلا هو مبسوط، أو أنت غيرت لي مزاجه، أو إنه قديش كنت أنا مهموم طول اليوم. صارت معي إحدى المواقف، أنا قديش مهموم طول اليوم بفكر، جيت انت هيك ريحتني. لما شفت عيني الله يخليك، الله يخليك، يسعدك. فجأت انا ما شفت الا هو بغني وما شاء الله عنه، يعني بسطني صراحه. يعني كنت هيك بفكر، اجى زاد تفكيري بهالصوت، ما شاء الله عليك.